الاهلي يكتفي برباعيه في شباك فاركو ويستعيد صداره الدوري مره اخرى ويعود لمكانه الطبيعي. كابتن شريف الف مبروك. مبروك مبروك اداء اول شوط، مبروك ثلاث نقاط مهمين جدا، مبروك فوز بعد تاخر قدام سان داونز، وده اللي كان مطلوب يعني. يا رب يكون اللعيبه النهارده اتفرجوا على الشوط الاولاني وشافوا الهويه بتاعتهم، هم بيلعبوا كره سريعه جدا، تحركات سريعه جدا. خلينا نتكلم على الملعب. تقيل شويه، اللعيبه توترت بعد الجول اللي دخل فينا ولا ايه انا مش عارف، بس حصل هدوء نسبي بعد الثلاث اهداف. بقى اللعب تجاري بقى تاني شوط، انك انت عايز تعمل اللونج باس اللي هو بيضرب الاوفسايد جيم اللي هم واقفين عليه، واقفين غلط طبعا كلهم، يعني اي كره رايحه لمحمد هاني ممكن يروح بيها على الجول، اي كره رايحه لاي حد لعب ممكن يروح بيها على الجول لو هو بيتحرك سليم ومش اوفسايد. استغلال الاطراف بتاعتنا كانت قليله، زي ما انت بتلعب يعني كنت عايز تستخلص منهم الكوره وتلعب لونج باس تودي على الجول، وده حصل، حصل في ثلاث اربع كور او خمس كور، بس مش هيبقى ده هو ده الشكل اللي انت بتلعب بيه اللي بترهق بيه اي منافس. يعني تاني تايم انت لو بتلعب زي اول هاف تايم بتمسك كوره تديها لزميلك وزميلك يشوف رؤيه يطلع طرف يطلع خط معاه يعمل زياده عدديه على الخصم هناك، الخصم حتى مش هيبقى ليه وجود بهذا الشكل اللي انت كنت بتلعب معاه. فنتيجه كبيره جدا، كنت ممكن تبقى اكبر من كده كتير قوي. صحيح. واسهل لو انت مسهل الدنيا على نفسك. من الطبيعي انك تغير وتدخل ناس، انا عايز الناس اللي تدخل دي بقى يبقى عندها الحميه، ما تبقاش نازله اللي هيلعب 6 دقائق ده اللي هيلعب 10 دقائق ده اللي هيلعب 20 دقيقه، بالعكس انت بتنزل على فرقه منهكه انت تقدر تاخد ثقه عليها وتقدر تجيب لك جول او اثنين. فلازم المفهوم بتاع اللعيبه كلها، انا لازم ابقى في الفرقه من اول دقيقه، انا لازم العب اكتر من كده وقت، انا 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 لازم حتى لما تنزل تحسسني انا كمدير فني ان انا ابتدي بيك الماتش الجاي، لازم انا لما انزلك وانت جاي من اصابه او اي حاجه تديني بس الاحساس بان انا اتعامل معاك تعامل تاني انت نفسك فيه. فمبروك الماتش، مبروك الشوط الاولاني، حاجه تطمن ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله يكون عندهم نفس المفهوم نفس الاداء، وده الاهم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء الف مبروك. فوز مستحق النادي الاهلي، وان كان الشوط الثاني غير الشوط الاول. فوز مستحق، وضيعت النهارده فوز قياسي. دي حقيقه، انك النهارده معلش يعني مع احترامي الكامل لفاركو انت ما بتلعبش حد، ما بتلعبش فرقه بمعنى اصح يعني. النهارده كنت ممكن الشوط الثاني، بس انا ده اللي كنت طالبه انا انك تبدا زي بدايه الشوط الاول، لكن الشوط الثاني بدا هدوء نسبي شويه، مساحات موجوده، كلنا اعتمدنا على لعبه واحده بس، الثلاثي فاركو واقف على خط واحد، فكل كل كل تركيزنا عايزين نعمل كره طويله من بدري. المفروض الكره الطويله دي لها شروط، لازم يبقى في شويه هدوء شويه، مش لازم اللعب الطويل على طول. لكن في كل الاحوال انا لسه عند كلام، انت ضيعت فوز كبير جدا 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 النهارده، لانك ضيعت فرص كتير الشوط الثاني كمان، لكن بس كان في بعض العصبيه والتوتر ليش الشوط الثاني. الشوط الثاني يعني من هنا ومن هنا المفروض كانت اللعيبه خصوصا يعني، بس احنا كسبانين 3-1، هو خسران 3-1 وهو مش لاقي اي حلول وهو عارف ان هو وحش جدا، لازم المواقف دي يبقى انت اهدى بكتير من العصبيه، لازم تبقى انت هادي. يعني انذارات اللي اخذت النهارده بدون داعي خالص، ما ينفعش يعني، لازم تبقى في بالك حاجه ايمن، المنافس خسران وما عندوش حلول وحاسس ان هو عايز الوقت يمشي بسرعه، انت لازم اهدى اعصابا. طبعا بكتير يعني، لكن مبروك، انت ثلاث نقاط مهمين جدا جدا جدا. اما نيجي نتكلم فنيا بس اكيد هنشرح كويس، لكن النهارده يعني مباراه منطقيه جدا، انت متسيد المباراه من اولها لحد ما المباراه انتهت، ما فيش منافس يعني قدامك خالص. وانا لسه عند كلامي ان اربعه النهارده نتيجه قليله جدا على فاركو. كابتن اسامه الف مبروك، واربعه نتيجه قليله زي ما قال الكابتن علاء. ما فيش شك النادي الاهلي النهارده تسيد اللقاء من بدايه من اول دقيقه. وعلاء بيقول ليه كده قليل؟ لانه انت جايب ثلاث اهداف في 14 دقيقه. يعني ما فيش سهوله في مباراه اسهل من كده، انك تجيب ثلاث اهداف في اول ربع ساعه ده، والملعب مفتوح، الملعب خلاص مفتوح، هم في ارتباك عندهم. الشوط الاولاني عملته حلو قوي وجبت ثلاث اهداف رغم ان هم جابوا جون واداهم شيء من الامل، ولكن هي المشكله حصلت في الشوط الثاني، انت فقدت نص ملعبك، الضغط ما بقاش زي الشوط الاولاني، بقيت متراجع جدا،
ومع ذلك جات لك اكتر من فرصه لبيرسيتاو تحديدا بيرسيتاو اكتر لطاهر، لكن بيرسيتاو ما قدرتش تخلصها، كان ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده. انت ما جبتش جون الرابع لغير في الدقيقه 88 89 صح. كان الماتش خلص. ف فالنتيجه مستحقه، وكان ممكن جدا تضيف اهداف اكتر من كده، لكن مبروك الثلاث نقاط، مبروك استعاده الصداره، ليك مكاسب كثيره. ولكن انا شايف انه الاستعجال شويه بالذات في بدايه الشوط الثاني بتغيير حمدي فتحي ما كانش ليه يعني هنتكلم في موضوع التغييرات ديت، موضوع الانذارات، لكن فوز طبعا مستحق وسهل صحيح. جدا وفرصك اكتر بكتير واربعه منطقيه جدا على اللقاء يعني. صحيح. كبسامة الف مبروك، الفعاليه الهجوميه هي من صنعت الفارق النهارده. طبعا مبروك النهارده للنادي الاهلي، مبروك للجهاز الفني واللعيبه، مكسب مستحق للنادي الاهلي من اول دقيقه في المباراه لاخر دقيقه. النادي الاهلي هو المسيطر، هو المستحوذ على مجريات اللعب، استحواذ للنادي الاهلي، الفرص للنادي الاهلي، كل الارقام النهارده في صالح النادي الاهلي. فعشان كده بنقول من بدايه المباراه النادي الاهلي النهارده شكله حلو. النادي الاهلي طريقه اللعب النهارده 4 2 3 1 اديته الافضليه، اديته الزياده العدديه، كان ممكن زي ما الكابتن علاء بيقول المباراه تخرج اكتر من 4 اهداف. النهارده مكاسب كتير، ومكاسب بالجمله اهمها عوده محمد شريف للتهديف، دي من اهم النقاط اللي موجوده النهارده، انه بياخد بيجيب هدف بعد ما غاب عنه التوفيق والاهداف خلال فتره طويله. النهارده بيرجع بهدف حلو، هدف تحس ان واحد مهاجم صندوق في مهاره، ان يفوت الكوره ويلف ودوران وشوطه في الزاويه صعبه لحارس المرمى، هدف من الاهداف الحلو. ايضا صحيح. هدفين مجدي قفشه النهارده برضه بيديله الثقه. محمد مجدي قفشه ماشي بخطه ثابته، لكن احنا عايزينه دايما في الافضل، فالنهارده هدفين برضه يدوا الثقه لمجدي قفشه. حسين الشحات بياكد تاني على الناحيه التهديفيه ليه بعد مباراه المقاصه، بيحرز هدف النهارده، بيحرز الهدف للمباراه الثانيه على التوالي. فالنهارده في مكاسب كبيره للنادي الاهلي، ومبروك ثلاث نقاط مهمين. النادي الاهلي بيرجع تاني لصداره الدوري. الحاجه الثانيه المهمه اللي حضرتك بتقول عليها الاهداف، النادي الاهلي ما شاء الله بنتكلم في 9 مباريات 27 هدف. صحيح. 27 هدف يعني معدل كل مباراه 3 اهداف، ده رقم يبين لك القوه الهجوميه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيسعى دايما للمكسب، فالنادي الاهلي مبروك للعيبه وللجهاز الشكل والاداء الحلو النهارده، وبالتوفيق الماتشات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي قمصان من ملعب المباراه. من جديد برحب بيك كابتن ايمن، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، والف مبروك لحضرتك ونجوم الاستوديو التحليلي اللي معاك، والف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، اداء وفوز اكثر من رائع على فريق محترم فريق فاركو. سعدني بعد نهايه المباراه يكون معايا كابتن سامي قمصان. كابتن سامي الف مبروك، اعتقد ان انتوا عايزين المباراه عملتوه بدايه ولا اكثر من رائعه، اداء اكثر من رائع، 4 اهداف، اعتقد يعني كمان كان ممكن النتيجه يعني مرشحه لزياده كمان. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوف. طبعا زي ما انت قلت الحمد لله النتيجه مرضيه جدا بالنسبه لنا واداء، لكن اللي انا عاوز اكد عليه برضو يعني ما نغفلش جهد اللعيبه، خصوصا الماتش اللي فات اعتقد ان احنا ادينا برضو مباراه كويسه، ممكن ما كانش في عندنا توفيق زي النهارده، يمكن الفرص اللي جات لنا في ماتش صن داونز كانت اكتر حتى من الفرص اللي جات لنا النهارده، لكن النهارده الحمد لله قدرنا نستغلها وقدرنا الحمد لله نسجل 4 اهداف مهمين جدا بالنسبه لنا، والحمد لله مكاسب كبيره، واهمها طبعا عوده شريف للتهديف، قفشه النهارده ما شاء الله بيوصل تالق، حسين رجوعه برضو نفس القصه، بقيه اللعيبه كلها، رامي ادى اداء مميز، هاني، علي معلول، السوليه، ديانج، كل اللعيبه حتى بيرس ولويس لما نزلوا، حسام حسن نفس القصه. فاعتقد الحمد لله الحمد لله حاجه نقدر نبني عليها، خصوصا الماتش الجاي مهم جدا بالنسبه لنا، مباراه مهمه جدا، لكن اعتقد يعني لو بنفس الاصرار دوت ونفس الاصرار اللي انت عاوز تكسب واللي انت عاوز تخلص الماتش بدري، اعتقد ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكون كرمنا فيه، وان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه فيه ان شاء الله. كابتن سامي اكيد باكد على كلامك ان الماتش اللي فات يمكن كان فيه فرص كتير لكن ما كانش فيه توفيق، اعتقد انتوا اسعد ناس في الدنيا ان الجمل اللي بنتفرج عليها في التدريب وبتعملوها بتتنفس في الماتشات الرسميه وكان بيخرج منها جوان، يعني كل الجمل اللي داخل منها جوان خاصه الاول 3 جوان احنا بنشوفها في التدريب يوميا معاكم. الحمد لله يمكن هو الراجل بيشتغل كتير وبيكرر كتير وبيشتغل على الجمل كتيره وازاي يربط بين اللعيب مع بعض، فاعتقد الحمد لله كان مردوده كويس النهارده،
لكن برضو هأكد ان دي مباراة خلاص عدت بالنسبة لنا. عندنا مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا في المجموعات. يمكن السنة اللي فاتت برضو كنا حاطين نفسنا في نفس الوضع دوت، يمكن خسرنا من سيمبا وتعادلنا مع فيتا هنا، ولكن قدرنا الحمد لله ان احنا نرجع تاني ونحقق البطولة. فأعتقد ان شاء الله ان حطينا نفسنا في وضع صعب، لكن ان شاء الله اللعيبة قادرة ان شاء الله اللي ترجع تاني، لكن محتاجين دعم جمهورنا، محتاجين الفترة اللي جاية دي يكون في ثقة اكتر ودعم اكتر للعيبة، واعتقد ان شاء الله اللعيبة ان شاء الله مش هتخذلهم باذن الله. كابتن سامي، يمكن يعني من مكاسب المباراه كمان بغض النظر عن النتيجه الكبيره، لكن كمان النهارده اكثر من لاعب في تدوير، في لعيبه يعني حمدي فتحي خد شوط وخرج، ديانج خد شوط، اعتقد ده بتعمله بشكل اكثر من رائع خلال المباراه خاصه مع الضغط. انت عارف ان الفتره اللي جايه دي كلها يعني بنلعب كل 3 ايام مباراه، يعني عندنا النهارده ثلاث، عندنا السبت مباراه، عندنا الثلاث، وبعد كده السبت تاني تلعب صن داونز. فاعتقد مهم جدا اللعيبه كلها تشارك، تاخد دقائق كتيره، يبقى في ريكفري كويس، لان ما عندناش فرصه ان انت تريح اللعيبه. فاعتقد الحمد لله لما برضو النتيجه كانت مريحه بالنسبه لنا قدرنا نعمل تغييرات ساعدتنا، برضو في نفس الوقت اللي كان برضو حمدي عنده انذار وراجل كان متخوف برضو اللي هو ياخد انذار تاني، لكن في الحمد لله برضو كانت في صالحنا. يعني ديانج برضو شارك الحمد لله بأدى اداء مميز، واعتقد الحمد لله ان النهارده يوم كويس بالنسبه لنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراه القادمه باذن الله. كلمه اخيره تقولها للاعبين والجمهور، خاصه النهارده اكثر من لاعب يتالق وبيؤدي بشكل اكثر من رائع للمباراه الثانيه على التوالي. بشكرهم طبعا على الجهد دوت والاصرار دوت وتحمل مسؤوليه في وقت صعب. انت عارف لما بتخرج من هزيمه، خصوصا النادي الاهلي مش متعود اللي هو يتلقى الزيام يعني، لكن اعتقد الحمد لله اللعيبه رجعت تاني، فرضت شخصيتها على المباراه، كانت شخصيه قويه جدا في المباراه، وقدروا يستفادوا بحاله فاركو في البدايه، اللي قدرنا كان عندنا اصرار اكتر وعندنا تصميم اكتر اللي احنا نخلص المباراه بدري. فاعتقد الحمد لله طبعا ربنا كلل جهودهم بالمكسب، لكن بقول لهم بقى عندنا مسؤوليه اكبر للمباراه الجايه، وان شاء الله انا واثق ان انتم ان شاء الله هتكونوا قدها، وان شاء الله تحققوا طموح ورغبات جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. جماهير النادي الاهلي اللي مامنه بيكم ودايما في ظهركم، تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل الشكر ليكم، محتاجين دعمكم كمان وكمان، خصوصا في الاوقات ديت. انا عارف ان انتم عمركم ما تتخلوا على الفرقه، كل المنظومه في النادي الاهلي، حتى طبعا كابتن ايمن وضيوفه طبعا كلهم داعمين لينا، خصوصا في الماتشات اللي فات، في الماتش اللي فات، فاشكرهم طبعا ووعدهم ان شاء الله اللي احنا هنعمل اقصى جهد لينا عشان نسعد دايما جمهور النادي الاهلي. شكرا كابتن سامي، اتمنى لكم التوفيق باذن الله. كابتن ايمن، ده لقاءنا مع كابتن سامي ومصير المدرب العام لفريق النادي الاهلي. الف مبروك لحضرتك وضيوف الكرام وكل جماهير النادي الاهلي، ورب دايما النادي الاهلي في بطولات وانتصارات وانجازات. كلمه كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن شريف، ايه اللي اختلف المباراه دي عن المباراه اللي فاتت؟ بدايه المباراه بس الشكل، انت رجعت غيرت الطريقه كمان 4 2 3 1 بوجود قفشه، والعلاقه اللي عليها اسامه بين قفشه ومحمد شريف، في ثقه وانت بتلعب في لعيبه معينه. انا بعرف امكانيات اللعيب اللي قدامي، انا بعرف اترجم لعبي مع لعيب بيقدر يترجم لي تحركاتي. النهارده انا بشوف قفشه، كنت بسال انا قبل الماتش، قالوا لي نمره 10 النهارده منه مواجه على طول، وانا محدد لك شكل التحركات بتاعته لازم يكون فين، مواجه على طول للمرمى على طول، يا بيدي باص قاتل يقدر يجيب لك فيه اي باص، اي حد يستغل يجيب جوال، يا اما هو اللي موجود في المنطقه الخطره. فضرب خط الدفاع اللي هو العادي اللي بيحصل طول المباراه وراح على الجول، وتهديفه للهدف الثاني اديك شايف بيحط الكره ازاي. ده لعيب ذو ثقل يعني في الملعب، وعنده ثقه وعنده كل حاجه يقدر يلعب بيها. الشكل كله والتحركات والسرعه اللي عملوها، السويتشات انا ما شفتهاش بقالي كتير، يعني السويتشات دي لو حصلت في اي مباراه هيبقى صعب عليك انك انت تلعب قدام النادي الاهلي، لانه عندها لعيبه سريعه، وعندها لعيبه بتعرف تجيب جول، وعندها عرضيات من احسن اللعيبه اللي في العالم اللي يقدروا يلعبوا عرضيات زي معلول، ويقدر محمد هاني بيتوغل وبيخش جوه. اي حد بيلعب مع النادي الاهلي بانه بارتكاز نص ملعبه كويس قوي، التحكم في الباص السليم وعدم الميز باص اللي احنا بنتكلم عنه، لازم هيكون هي دي البدايه، ولازم يكون كده على طول البدايه، ولازم اللعيبه مع نفسها. انت شفت اللعيبه في تاني تايم وقفت واتكلموا مع بعض وقالوا احنا لازم نعمل ونسوي وبتاع، لازم اللعيبه دي هي اللي تقود الحكايه. انا المدير فني انا هديك جايد هنور لك، انما مين اللي بينفذ؟ اللاعب هو اللي بينفذ. وبعدين انت هنا مع احترامي يعني انت لعيب محترف مع النادي الاهلي، انت لو حتى بتجيب لعيب من اي نادي تاني انت كنت سوبر في النادي بتاعك اللي انت وانت جاي. انا عايز اشوفك عندي انا هنا اكتر، لان الامكانيات هنا عندك اكتر. ف
كل اللعيبه اللي موجوده دي على مستوى المباريات، انا اعتقد ان احنا اعلى بكتير قوي. اعتقد ان احنا لا نقبل ان يكون عندك مطبات او يكون عندك اي حاجه. يعني احنا ما تخيلناش ان نلعب قدام صندوق بهذا الشكل ونخسر، يعني مع انها فرقه كبيره جدا وفرقه موجوده في الملعب وعلى حيلها ولاعيبه يعتبروا محترفين، يعني مش ومن اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا. ايوه. فانت اسلوب لعبك والتزامك بادائك، يعني النهارده واحد زي محمد عبد المنعم النهارده لازم يرجع، كنا بنتكلم لازم يخلص الكره بسرعه. مش هينفع انا اللي انا بعرف اوقفها واعرف اعدي واستنى واشوف الرؤيه، لا 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 انت مالكش دعوه باي حد، انت بتلعب اللعب اللي خلينا نقول عليك انت في المنتخب ومنتخب افريقيا ولعيب عالي، لازم تخلص، لازم تريح ربيعه، ما توترش ربيعه، في فرق سن بينك وبينه، في فرق وقت، لازم انا اكون بريح الخبره اللي واقفه جنبي، ما افضلش اعمل عليه ضغط. ايوه. ما تاخرش في اي باص. محمد هاني نفس الشكل ونفس السرعه ونفس، لازم تخلص نفسك بدري بدري في المنطقه الخلفيه اللي هي ورا دي، انما قدام اعمل زي ما انت عايز، اغلط زي ما انت عايز قدام، شوط زي ما انت عايز قدام، العب عرضيات زي ما انت عايز قدام، انما المنطقه اللي هي في النص دي اللي جاء منا فيها الجون دخل فينا الفولو اللي اتعمل فينا ده ما ينفعش، وده برضو عدم، ده سرحان. ايوه. ان واحد هيشوط علينا استحاله يجيبها جون، لا هيتشاطت واتصدت وجت جول، فده برضو نفس جول سان داون، كرة اتلعبت راحت لواحد غير مراقب خالص، راح موقف الكرة وشيطها من نفس الحتة في نفس المكان، بيخش فيك نفس الجول ده على اختلاف الشكل يعني. أيوة. فاللعيبة كلها بنفس البداية اللي حصلت دي، هو ده المفهوم. اي نعم انا بعذر ساعات اللعيبة ان كل 48 ساعة ماتش، هتعمل ايه؟ هو لازم مدرب بره هيعمل لك حالة تدوير، وهتلاقي وجوه جديدة زي ميكيسوني النهاردة في الملعب بالبداية، مفيش ديانج، مغير في طريقة اللعب عشان يكون قفشة موجود، عنده مفهوم تاني زي ما لعب قدام المقصة ان هو يخلص المباراة هنا، وبطولة الدوري عنده الأفضلية ان هو كل ما بيكسب كل ما بيبعد عن الفرق اللي هي بتنافسه، كل ما بياخد ثقة أكتر بتساعده في مباراة أفريقيا. فالمجمل كله حلو قوي، أربعة وزمال علاء احنا نقدر نكسب 8 و9 النهارده. كل بقى اقول لك على حاجه، كل كوره في نص الملعب سليمه للمهاجم جول جول، اذا كان على الاطراف او في العمق او اي حاجه. واديك شفت احنا بنستغرب لجوه ما بتخشش ازاي من ساعه كوره سوليه في الشوط الاول، انه لو لعيبه بالعرض لحد جون او هو حطها يعني ما كان عايز يضمنها قوي، خدت بالك لو حطها ودخلت جول، الجول الرابع ده في الشوط الاولاني الدنيا هتختلف تماما. المدير الفني حتى بره بيبدع لما بتبقى انت فرقتك كسبان اربعه، يقدر يعمل زي ما هو عايز، يقدر يدي بس حسام حسن بلاش السبع ثمان دقائق دول، يديله تلت ساعه. لا ده نزل في الدقيقه 88 حسام حسن 89 خمس ست دقائق، هو الراجل نازل مش عايز يلعب 88 او 89 يعني 88 يعني الراجل نازل فرقتي كسبانه و أربعة، خدت بالك بينزلني بعد ما كسبت أربعة، يعني في حاجات هتبقى نفسية للعيبة برضو احنا بنحسها طبعا. فكل اللعيبة الحقيقة يشكروا، لأن ده في سفر وملعب غريب عنك ومش متعود عليه، واحنا عارفين لما بنطلع نلعب بره بيبقى برضو حكاية مش سهلة. أيوة. وفرقة فاركو طمعانة إنها تأدي بكل الإمكانيات اللي عندها، فأنت ما يعني ما تستغربش إن هم هتلاقيهم في الجزء الثاني عندك. أيوة. ما تستغربش إن هم عايزين يعملوا 1 2 ويحاولوا يعملوا أي حاجة، بس دي امكانيات ودي امكانيات. أيوه. انت كنت عايز تستخلص تاني شوط، الحكايه سهله الحكايه سهله، مش هتبقى كده. طيب كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف وضح نقطه، حته الاجهاد والمجهود البدني اللي اتعمل الشوط الاول اثر على بعض اللاعبين الشوط الثاني، وخصوصا ناحيه الانطلاقات الهجوميه من الطرفين من الباكين علي معلول ومحمد هاني، ما شفناهاش بالزياده اللي شفناها الشوط الاول. لا هو يمكن الشوط لا يمكن علي معلول مش في احسن حالته النهارده، ولا بدنيا ولا فنيا، ما شفتوش النهارده الكوره، بس الوحيد اللي عملها لحسين الشحات الهدف الرابع، عملها حلو قوي وشايف وعاملها على الارض كوره حلوه. لكن مش هو علي معلول. يعني انا كنت اتمنى اول واحد كان ممكن يتغير النهارده هو علي معلول. انت محتاج علي معلول الفتره القادمه، مجهد جدا، عالم اللعيبه القليله جدا بتاخد راحات. النهارده سير مباراه يعني يرديك ارتاح، يعني تبقى
عندك ارتياحيه بره انك ممكن تغير علي معلول مش هيحصل حاجه. يعني اي حد يلعب مكان علي معلول مش هيحصل حاجه. انت بتلعب فريق زي ما قلت النهارده الله اعلم وبعد كده ايه النهارده ومش موجود وفريق النهارده كل حاجه ممكن تعملها في المباراه زي ما تحب. الملعب متاح ليك في كل حاجه. يمكن الشوط الاول الثلاثه برده المشكله اللي عندنا على طول يعني انك بتهدى غصب عنك بتسيب مساحات بتكسر شويه في الضغط في مساحات حتى سبتها النهارده برده. يعني يمكن انا في بدايه الاستوديو ايمن بقول لك مش عايز الملعب يبقى يعني بلغه الكوره كده الملعب يبقى طويل قوي عليك. يعني اصل انت طول ما بتقصر مساحه اللعب انت بدنيا ديك انت احسن. مظبوط. يعني كميه الجري بتقل بالزبط. كميه الجري الطويل بتقل الحركه في مساحات قليله بس بالنسبه لك انت احسن. انت ليه بتجد يعني كابتن شريف بيتكلم على الاجهاد وكل ده مره 40 ساعه ذكاء اللعيب ان هو ما يتعبش نفسه في الملعب ما يتعبش نفسه بجري كتير ملوش فايده خالص مزبوط. بالعكس هي فكره صغيره جدا قلل مساحاتك بس هتلاقي الناس كلها قريبه لبعض الكره من رجل لرجل مع فريق فاركو النهارده ممكن توصل لحته الاختراق اللي انت بتدور عليها في قلب الملعب النهارده سهل جدا جدا جدا. يعني مش لازم من عند رامي ربيعه طويله لبيرسي تاو او لمحمد شريف لا بالعكس ده من رجل لرجل لرجل اسهل لحد محمد مجدي ومحمد مجدي عنده التمريره البينيه اللي بيخلص بيها كل المشاكل دي. لكن النهارده انت يعني انا طول المباراه من يعني من اول دقيقه للدقيقه 93 لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش اي مشكله في الملعب اطلاقا. أيوه. يعني المشكله مثلا انت كنت بقول للكابتن شريف ايه الفرق بين الماتش اللي فات والماتش ده المنافس المنافس نفسه سان داونز مش فاركو المنافس ولا طريقه اللعب المنافس مبدئيا ماشي المنافس الاول طريقه لعبك دي اكيد طبعا حاجه ثانيه لكن المنافس الحاجه بقى اللي هي فرقت قوي انك انت موفق جدا كل الكور اللي رحت في الاول خلصت ممكن كان سان داونز يبقى توصل لنتيجه كويسه بس تنظيم سان داونز دفاعيا احسن من النهارده بكتير بكتير عشان كده كان عامل لك مشاكل. لكن النهارده الحاجه اللي احنا اتمنيناها كلنا في نهايه الاستوديو وانت بتقول لنا تتمنوا ايه نتمنى النهارده يبقى في توفيق في المباراه انك انت بتعمل كل حاجه. يعني سان داونز اتكلمنا قلنا الاهلي ادى والاهلي عمل ومجهود ممتاز لكل اللعيبه لكن كانت ناقصك اهم حاجه في كره القدم اللي انت بتدي بيها النهارده. يعني انت النهارده يا ايمن سبحان الله ابتديت انك انت موفق جدا على الجول ايوه ثلاث الفرص راحوا اهداف غير اللي ضاعت فانت 3-0 بتضيع فرص مقبول ما عندكش مشكله والشوط الاول خلص على كده وزي ما كان اسامه قال يعني انت وانت بتسخن انت غالب يعني انت في الدقيقه 13 جايب ثلاث اهداف فانت المباراه يعني بالنسبه لك العبء بثلاث نقاط عبء الفريق نفسه فاركو راح منك تماما فحتى التغييرات اللي عملها مستر موسيماني هو يعني حتى لو انت قلت يعني استعجل شويه بس هو عنده مبدا انت هنتناقش فيها عارف بعدين في الاخر عنده مبدا ان هو ما بيحبش يجازف في حد عنده انذار ما تعرفش ايه ظروف المباراه فهنتكلم في الموضوع ده في الاخر. لكن اللي انا كنت بشوفه النهارده انك ذكائك في الشوط الثاني ازاي تسير الشوط الثاني زي ما انت تحب يعني تخلي الكره اللي مش ما فيهاش اجهاد ما فيش جري كتير انت كنت بتتكلم وقتها على محمد هاني محمد هاني على فكره محمد النهارده عامل مجمل عامل مباراه كويسه عجبني جدا النهارده النهارده يمكن اكتر واحد عجبني قوي في مباراه عمرو السوليه عامل مباراه محترمه كل حاجه دفاعيا وهجوميا وكان بيعمل حته الاختراق دي وتمريراته كلها غالبا صحيحه من الماتشات اللي شايفها كويسه قوي لعمرو السوليه صحيح زي ما بقول لك ممكن تطلع بنتيجه عاليه النهارده لكن في المجمل لا مع نتيجه كويسه الحمد لله رب العالمين. طيب نروح مره ثانيه لملعب مباراه وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع حسين الشحات. من جديد برحب بيك كابتن ايمن الف مبروك ليك ولضيوفك الكرام ولكل مشجعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان ومعايا واحد من نجوم اللقاء كابتن حسين الشحات. يعني حسين الف مبروك على الهدف الاول واعتقد ده يمكن زي ما بنقول يعني مكافاه ربنا ليك عن التعب اللي تعبته الفتره اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي للكابتن ايمن طبعا وضيوفه الكرام الحمد لله والله طبعا يعني مش انا بس احنا اللعيبه كلها الفتره اللي فاتت احنا بنتعب ومركزين جامد جدا فالحمد لله ربنا بيكرمنا وبيعوضنا على حاجات كتير فبنحاول نعوض الجمهور كمان بعد الخساره بتاعه سان داونز فبنحاول ان احنا نسعدهم ونعمل حاجه احسن ان شاء الله. يعني النهارده بقى ابرز تعليمات الجهاز الفني ليك وانت نازل المباراه وانتوا كلاعبين كانوا بتقعدوا مع بعض بتتكلموا في ايه؟
والله طبعا يعني كان التعليمات اللي احنا نكمل زي ما احنا ونحاول لو احنا قدرنا ربنا يكرمنا نجيب جون نجيب تاني، فالحمد لله يعني ده اللي حصل وقدرنا ان احنا نسجل الرابع، فالحمد لله يعني ده توفيق ربنا. والتعليمات طبعا احنا كلنا بنتكلم ان احنا دايما لازم نكسب، احنا بنلعب على المكسب على طول سواء في ملعبك او بره ملعبك او اي مباراه، فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب النهارده، هو فريق فاركو المحترم وجهازه الفني المحترم، فالحمد لله قدرنا نكسبهم النهارده في ملعبهم، فدي حاجه كويسه يعني. يمكن المباراه اللي فاتت قدام سان داونز عملتوا اداء اكثر من رائع، فرص بالجمله ضايعه، لكن يمكن كان توفيق ربنا ما كانش معانا شويه، يمكن ربنا عوضنا النهارده. انتوا كلاعبين بقى بتقعدوا يعني اي فرقه ثانيه غير النادي الاهلي طبعا بتتهز بعد هزيمه في بطوله قاريه زي كده، لكن بسم الله ما شاء الله النهارده ولكن حاجه حصلت والفريق بيأدي بشكل اكثر من رائع. والله طبعا ده اللي انت بتقوله، اهوت احنا كل اللي عليها اللعيبه كلها سواء الموجود او اللي بره او كلنا كنا على قلب اللي احنا نكسب، فالحمد لله ما كانش فيه توفيق بس ربنا كرمنا بعدها، يعني هو خلاص احنا اتكلمنا مع بعضيها تاني يوم ما فيش يا جماعه خلاص الصفحه وخلصت، احنا لسه عندنا اربع مباريات تاني ان شاء الله نكسبهم نبقى اول، فاتكلمنا وخلاص دي خلصت، فركزنا ان احنا في الدوري فبناخد حاجه حاجه، فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله بنسعى للجمهور اللي احنا ان شاء الله نسعد وربنا يكرمنا الحياه الثالثه على التوالي ان شاء الله. جمهور النادي بقى الاهلي اللي مامن بيكم ودايما واقف في ظهركم، ما فيش يعني استحاله الجمهور يفقد ثقته فيكم، تقولوا له ايه وان شاء الله يعني النجمه ال11 اللي مستنيها جمهور النادي الاهلي؟ والله طبعا يعني بنقول لهم شكرا ان انتوا في ظهرنا، شكرا ان انتوا دايما بتدعموا اللعيبه كلها، فدي حاجه كويسه، وبنقول لكم ان شاء الله اللي جاي احسن، ونوعدكم ان احنا ان شاء الله باذن الله هنصعد وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق البطوله ان شاء الله عشان خاطر نهديكم الثالثه ان شاء الله باذن الله على التوالي. اخيرا بقى حسين الشحاته وعدنا بايه ونستنى منه ايه الفتره الجايه؟ والله بوعد كل ربنا عايزه يكون ان شاء الله، واللي جاي احسن باذن الله، واعمل اللي عليا واعمل اكتر ان شاء الله صعد الفريق. شكرا بتوفيق حبيبي. شكرا يا حبيبي، الله يخليك حبيبي ان شاء الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع حسين الشحات نجم النادي الاهلي، الف مبروك النادي الاهلي وجماهيره العظيمه، ويا رب دايما النادي الاهلي يقف انتصارات وبطولات وانجازات. كما كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه، نتكلم بقى على الاداء الفني ونتكلم عن الشوط الاول. اللي حصل الشوط الاول غير البدايه بتاعت الشوط الثاني. ما فيش شك يعني واضحه لاي حد بيتابع كره القدم مش بس ناس فنيين او حاجه. الشوط الاولاني انت من اول ثانيه باين ان انت نازل ضاغط بشده عايز تكسب، وربنا سهل لك الامور لانك من الجايز تلعب مباريات احلى من دي وما تقدرش تسجل في اول ربع ساعه، انت في اول مش ربع ساعه كمان، انت في اول 12 دقيقه انت جايب 3 اهداف، ودي نسبه عاليه جدا مع اي فرقه بتبدا لقاء انك 3 اهداف في 12 دقيقه، خلاص الماتش بالنسبه لك يكاد يكون كنقاط انتهى. يعني ايوه 3 اهداف احلى من بعض. قلنا فرقه الفاركو عندها بطء كبير جدا في الخط الخلفي من احمد مودي ورامي صبري وعبد الله بكري، وخاصه مودي وصبري، عشان يتداركوا الموضوع ده بيلعبوا على الاوفسايد، بيطلعوا الخمسه على خط واحد، لكن اللي بيحصل ان في حد فيهم بيبقى مغطي ومش واخد باله، يعني كوره مجدي قفشه ملعوبه طويله رايح انفراد، الجون الثاني جابها جون في واحد من الثلاثه مغطي. صح. الكره الثانيه اللي ملعوبه لمحمد مجدي لمحمد هاني ما كانش اوفسايد برضو، واحد فيهم مغطي عايزين يكشفوا الاوفسايد، اتلعبت بالعرض بعد كده قفشه كاملها، واكتر من كوره كده بنفس الاسلوب اللي هو الدفاع المتقدم ده عايزين يطلعوا عشان يقللوا السرعات بينهم. ما هو حاجه من اتنين يا ايمن. ايوه. في المدافعين اللي بيبقى عندهم بطء عشان يقلل السرعات بينه وبين المنافس، شريف وميكسوني واحمد عبد القادر اسرع من الثلاثه اللي ورا، فحل من اتنين بيعملوا المدافعين في الموضوع ده، يا يعمل عمق قوي يعني يعمل عمق كبير عشان يعمل فرق بينه وبين المنافسين دولت في السرعه، يا الحاجه الثانيه اللي هم خدوها بس مش قادرين يظبطوها مع بعض. بس هم خلي بالك كابتن اسامه برضو، ما هم فعلا زي ما قلت كده مش قادرين يظبطوها مع بعض، وهم كمان ما عندهمش السرعات، ما يعني فدي تبقى مخاطره. ما هي مخاطره الاولانيه اسهل، ما هو خدوا الحل الاصعب بالظبط. قلت لك الحل الاولاني ايه؟ ان في سرعات فرق بينك وبين المدافعين بتوعي، فبعمل عمق لورا لتحت او لتحت شويه واعمل فرق الخطوات دي بيني وبين المهاجمين السرعة. دي الاساس، ده الاطمئنان بالظبط. هم لعبوا بالاسلوب الثاني اللي هو فيه مخاطره كبيره اللي هو كشف الاوفسايد، بس دي عايزه دقه غير طبيعيه من لانهم بيلعبوا ثلاثه في العمق واثنين على الاطراف على الخمسه، من الخمسه تبقى يعني بالمسطره زي ما
وقعوا في اخطاء منهم مش اقل من اربع او خمس مرات الشوط الاولاني، منهم هدفين اللي هو الثاني والثالث. مظبوط. واحد من الخمسه بيغطي بنص يارده. يعني لما تشوف كره مجدي قفشه الجون الاولاني او الكره بتاعت محمد هاني لما لعبها بالعرض القفشه برضو، في نص خطوه بين انه يكشف الاوفسايد وبين انه يغطي هاني او يغطي قفشه. فهم لعبوا بالمخاطره ديت، يعني استقبلوا فيها هدفين، وكان ممكن يستقبلوا هدفين ثلاثة تاني، واحدة للسولية واحدة لقفشة تاني واحدة لبرسيتاو حتى في الشوط التاني. ولكن الشوط التاني اللي اختلف ان انت ابتديت تفقد وسط الملعب بتاعك. ايه الاسباب؟ اسباب كذا حاجة. اولا النتيجة ريحتك شوية، مفيش شك في كده، انك انت جبت ثلاث اهداف في الشوط الاولاني، احساسك بان المباراة انتهت فانت بتريح شويه. بس خلي بالك احنا ريحنا شويه الشوط الاولاني برضو، بس ولكن ما فقدناش نص الملعب. مظبوط. زي الشوط الثاني. مظبوط. حاله مجدي قفشه الشوط الاولاني كانت افضل. حمدي فتحي وعمرو سلايه كانوا ظابطين الملعب كويس، كان في كميه جري كبيره من عبد القادر ومكسوني في مساعده نص الملعب، يعني تحس كانت لسه العمليه. الشوط الثاني لما حصل بدايه التغييرات مع بيرسي تاو وديانج مكسوني وفتحي ثم الشحات وطاهر، تحس ان انت بقيت مريح شويه. احساسك ان الماتش خلص وانت الماتشات متتاليه، كل 3 ايام ماتش، كل 3 ايام ماتش، كل 3 ايام ماتش، فدي هدتك شويه مع حماس منهم، بس حماس بمخاطره برضو. يعني ديفنسهم برضو مفتوح. مزبوط. ولذلك بيرسي تاو رايح انفراد من نص الملعب، واحده تاني لبيرسي تاو، واحده لطاهر، واحده لطاهر لمعلول شاطها في السماء. كل دي كانت شكل انفرادات كتيرة لفرقة النادي الأهلي، كان ممكن يستغلوا الفرص ديت ويزيدوا الأهداف لخمسة وستة وسبعة. يعني لو قدروا يجيبوا هدف في بداية الشوط الثاني مثلا أو في نص الشوط الثاني. أيوة. ولكن هو الهدف الرابع جاي في الدقيقة 88 ونص، يعني تقريبا الدقيقة 89 كان الماتش بيلفظ أنفاسه الأخيرة زي ما بيقولوا. أيوة. فالشوط الأولاني مختلف عن الشوط الثاني خالص، في حيث كمية الجري، حيث السيطرة على وسط الملعب، حيث استغلال الفرص. كان الشوط الأولاني أفضل. يمكن اللعيبة زي ما قلت لك اطمأنت للنتيجة، ريحوا شوية مع بعض التغييرات اللي ادت يعني راحه شويه، فككت نص الملعب شويه يعني. ماشي. يعني دي يمكن العوامل اللي فرقت في الشوط الثاني، لكن في مجمل اللقاء النادي الاهلي جاب اربع اهداف بسهوله، وكان ممكن يضاف اكتر من كده لو استغل الفرص الباقيه. طيب خليني اخد رايكم يا كابتن اسامه، هل سبب التغيير الطريقه هي السبب؟ فرض اسلوبك من البدايه ليه 4 2 3 1، وجود قفشه من بدايه المباراه وضغطك من البدايه، ولا في حاجات تانية؟ النتيجه النهارده اول حاجه، لا هنتكلم عن التغيير الاول، تغيير الشكل. تغيير الشكل. ما انت بتدرس الفرقه اللي قدامك، هل هي تستدعي العب لها 4 3 3 ولا 3 4 3؟ انت كمهاجم من وجهه نظرك 4 2 3 1 افضل ليك ولا؟ طبعا انت النهارده لما بتاعتك رقم 10 صريح ومفيش الجاب اللي تحتيك دوت بيشغله هاف ديفندر مثلا، ما عندوش الملكه انه يوصلك، فانت خلاص انت كشعورك كلاعب حاسس ان انت في حته ثانيه، حاسس ان انا ممكن تحتيه لعيب هيوصلني في اي وقت. بالظبط. وده زي اللي احنا شايفينه النهارده، هو اللعيب مش بوصل المهاجم بس، ده بوصل الاثنين لعيبه على الاطراف. مظبوط. اللي زي حسين الشحات، اللي زي مكسوني، زي بيرسيتاو، كل اللعيبه اللي بتلعب بره، طاهر محمد، طاهر احمد عبد القادر، ان يبقى في لعيبه 10 في نص الملعب يقدر يشغل الحته دي، يقدر يشغل الفرقه. وهي دي النقطه اللي هرجع اقول عليها. احنا كنا كويسين في صن داونز، لكن لو لعبنا للمباراه دي 4 2 3 1 كنا ممكن نطلع بالمباراه زي الشكل اللي احنا شفناه النهارده. كويس. ده اللي انا معاك فيه. يعني انت بتأيدني في حته ان الطريقه هي السبب الرئيسي الاول. طبعا وظائف اللعيبه. لو انا عايز ادافع وعايز يبقى عندي شكل دفاعي في مباراه صعبه، ممكن انا 4 2 3 1 مفيش مشكله. وظائف اللعيبه بتختلف، ان كل واحد يلتزم بنواحي دفاعيه بقى في الاطراف، مش شرط. وهرجع اقول لك، ما احنا لعبنا 3 في نص الملعب ديفندرات، ودخل فينا جوان، ودخل فينا جوان كتير كمان في مباريات متكرره. لكن هو دور اللعيب والوظيفه او الدور اللي بيشتغل فيه
اللي بيحفظه المدير الفني انه يرجع ويدافع. لكن اللي اداك الافضليه النهارده الشكل بتاع الطريقه اللي لعبت بيها 4 2 3 1 الشكل المعتاد للنادي الاهلي. وبحيي موسيماني ان هو ما اصرش على الطريقه اللي كان بيلعب بيها 3 4 3 اللي لعب بيها في مباراه الرابطه، لعب بيها من كل مباريات الموسم السنه دي باستثناء ماتش المقاصه. هرجع لك واقول لك ماتش فيوتشر اللي احنا تعادلناه 1-1 ايوه، مباراه زي دي ما تستدعاش ان انا العب 3 4 3 مظبوط، العب 4 2 3 1 عشان يبقى ليا الافضليه واكسب واجيب الهدف الاول واجيب الثاني والثالث زي ما احنا شفنا النهارده. صحيح. فالنهارده برضو بحيي موسيماني ان بقى عنده مرونه، ما بقاش مصر زي نشوف تشيلسي ونشوف مانشستر سيتي موحد الطريقه بيلعب بيها. لا، النهارده النادي الاهلي بيلعب بطريقتين، ممكن العب بثلاثه ورا والعب باربعه عادي ورا واغير الشكل الهجومي بتاعي. الحاجه الثانيه برضو رغبه اللعيبه النهارده فرقت في بدايه المباراه. الرغبه والاصرار ان انا عايز من اول دقيقه اكسب، عايز اعوض المباراه اللي فاتت. المباراه اللي فاتت لعبنا 45 دقيقه ما كانش فيه فرصه حقيقيه غير بتاعت حمدي فتحي اللي بالدماغ الشوط الاول. الشوط اللي فات صدقنا دايما بنقارن عشان دي اخر مباراه، فانت اخر مباراه بتخلص وانت خسران، عندك دوافع جديده، عندك بطوله جديده خسرتها السنه اللي فاتت، فانت عندك الدافع ان انا عايز اكسب الدوري العام. وبالشكل اللي انا شايفه النادي الاهلي بيبقى فيه مقدمات صح. انت تقدر تقول انا اقدر افوز بالبطوله دي ولا لا؟ النادي الاهلي بالشكل ده ان شاء الله يفوز بالدوري العام. خلي بالك احنا لسه المهم بدري، المهم ما يقلش عن الشكل ده طبعا، ما احنا لسه بدري يعني، الدوري لسه مشواره طويل وافريقيا وتجمعات للمنتخب لسه مشواره طويل. لكن الشكل، الرغبه، الدافع، الشكل الهجومي انك بتحرز 27 هدف في 9 مباريات، يقول النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله من اقوى الفرق او هو المرشح للدوري. معدل عالي، انت بتتكلم عن 3 اهداف في المباراه تقريبا. طبعا. لكن الحاجه برضو اللي عايزين نشتغل عليها واحنا بنشتغل وبنسعى للدوري، النهارده داخل فيك حوالي 8 اهداف بالزبط. كنا بنتكلم في الموضوع دوت 8 اهداف في 9 مباريات في فريق كبير. لا، لازم برضو يبقى عندنا نواحي دفاعيه اعلى من كده. لازم كل المباريات، مش شرط ان انا اكون زي مباراه فاركو، ان فاركو فرقه في فارق في المستوى بينه وبين النادي الاهلي، لكن في مباراه محتاج اقفل فيها عشان ما يدخلش اهداف. ممكن مباراه بطلع ب 1-0 فيها مش شرط ان انا ما عرفتش اجيب الثاني والثالث ان انا اتعادل، لا، ممكن اطلع ب 1-0 واطلع بالمكسب بتاع المباراه واطلع بالهدف اللي انا عايزه من المباراه. لكن النادي الاهلي ما شاء الله في الدوري السنه دي الامور ماشيه بخطى ثابته. زي ما بقول النهارده المكاسب كبيره، مكسب زي النهارده وانت داخل على مباراه المريخ السوداني، مباراه مهمه لا تقبل قسم على 2، محتاج فيها المكسب صح، يعني ما ينفعش فيها التعادل من دلوقتي. واحنا بنقول المكاسب ان واحد زي محمد شريف، واحد هداف عندك السنه اللي فاتت، هداف الدوري الممتاز، بيغيب عنه التوفيق، بيغيب عنه التهديف، بيرجع النهارده بهدف حلو جدا، ويا ريت مخرجنا برجاوي يجيب لنا الهدف عشان هدف حلو، هدف ملعوب. هنجيب الاجوال بعد كده، هو ده مجرد ملخص بس. عوده محمد مجدي قفشه، مجدي قفشه الماتش اللي فات ضيع هدف وكان سهل، النهارده بيرجع بهدفين. حسين الشحات بياكد على حته التهديف، فالنهارده في مكاسب حلوه في المباراه. لكن الحاجه برضو اللي انا اتمناها من موسيماني، وهو بيعامل اللعيبه نفسيا كويس، هو عامل روتيشن بشكل كويس، حته حسام حسن بالظبط. حسام حسن النهارده مهاجم، وانا من وجهه نظري احنا بنقول محمد شريف هو المهاجم اللي عندك، بياتي بعديه حسام حسن. صحيح. من وجهه نظري الفنيه بيرسيتاو لا يصلح انه يلعب راس حربه، تمركزه، وقفته في الملعب، تحركاته، لا، لعيب زي محمد مجدي قفشه، ما اقدرش اقول لي قفشه تعالى العب راس حربه، مفتقد عناصر كتيره ممكن تكون موجوده عند راس الحرب، لا، موجوده في حسام حسن. ايوه. علشان كده النهارده حته ان انا ادي حسام حسن الماتش ده اديله في الدقيقه 88، مباراه صن داونز اديله في الدقيقه 88، النهارده 5 دقائق، ما انت محتاج مساحه. صحيح. محتاج حتى يدخل في جو المباراه، ومحتاج يسخن حتى مع احداث المباراه، محتاج وقت. الثقه طبعا. مباراه المقصه لعب فيها، خد وقت اطول شويه، خد له حوالي 15 دقيقه تلت ساعه، شفنا كره في القايم ولا كره في العارضه، في تحركات، راح للجون، شفنا في شكل هجومي. كنت اتمنى النهارده حسام حسن ياخد جزء اكبر، لكن يعني هو لسه السنه دي اول مره في النادي الاهلي، لسه عنده تحديات كبيره. النادي الاهلي حتى لو خدت وقت قليل محتاج اشتغل اكتر لما تجي لك الفرصه ان شاء الله بشكل كبير، انه امكانياته كبيره حسام حسن، واحنا عارفينه كلها لما كان في سموحه، لعيب عنده امكانيات كبيره، لعيب يقدر يهدف من انصاف الفرص. فاتمنى ان موسيماني يدينه يعني فرصه اكبر من كده. لكن النادي الاهلي النهارده المجمل الشكل حلو، الاداء ممتاز، علي معلول تعادته
عامل زي ما احنا شايفين في الهدف حسين الشحات، عامل جبهه من اول دقيقه، جبهه يعني ممتازه، ورؤية هايلة، رؤية هايلة هنا في الكرة الأخيرة. هو ده بقى التحضير النهارده، هو حافظ ان انا اروح ما اعملهاش، لا ده انا ممكن اعملها لتحت، واحد زي حسين الشحات جاي من تحت، فالنهارده جاي فاضي عنده الاريحية انه يقدر يركنها. فعلي معلول النهارده برده واحد من نجوم المباراة، محمد الشناوي برده النهارده صدت المباراة في بداية الشوط الثاني، مظبوط في الدقيقة 57، الدقيقة 57 في أول كرة بتتعمل عرضية في الشوط الثاني دي صدت المباراة. ممكن الهدف الأول صح نلوم عليه شويه، لكن يعني عدى الهدف انه في صده رد فعل هايل دي 54 جدا. ودي خلي بالك ادت ثقه لمحمد الشناوي صحيح. بعدها دخل في اجواء المباراه، بدا يركز اكتر، ان كره صعبه جدا قدر يطلعها بصعوبه يعني، مظبوط صحيح. فالنهارده الحمد لله المكاسب كبيره جدا، علشان داخلين على المباراه القادمه المريخ السوداني، مباراه لا تكمل القصه على طبعا لازم تكسب، محتاجين فيها المكسب. خلي بالك مش المريخ السوداني بس، هي الثلاث مباريات اللي على ارضك هنا لا تقبل القسمه على اثنين، بس اهم حاجه المباراه القادمه. مش هقدر افكر في المباراه اللي بعد كده غير المباراه القادمه، هي دي المهمه طبعًا. علشان كده مكسب النهارده مع الاداء النهارده مع المكاسب الكبيره كانت مهمه في مباراه الفاركونات. صحيح كابتن شريف، يمكن الكابتن اسامه اوضح نقطه ان الطريقه النهارده سبب من ضمن الاسباب الرئيسيه، وحضرتك بتحب الطريقه دي قوي، يعني بتحب دايما النادي الاهلي يبدا 4-2-3-1، بس الطريقه دي هل تنفع مع كل الفرق زي ما قال الكابتن علاء ميهوب، ولا مع فرق معينه، ولا تنفع في الدوري المحلي وما تنفعش في بطوله افريقيا؟ كلكم على حسب المنافس اللي انت بتدرسه وعارف هتلعب مين. يعني انت هتلعب في جنوب افريقيا في سان داونز، كويس، تبقى بتدرس فرقه جنوب افريقيا هناك ايه الشكل اللي هو يميزك انك انت يبقى لك وجود في الملعب هناك، وتكون دايما انت بتدور على هيبتك، بتدور على مكانتك، بتدور على ان انت اللي تكسب. انت ما بتلعبش عمرك على تعادل ولا بتلعب على اي حاجه، انت بتلعب في الاول مكسب وبعدين زي ما يحصل يحصل بعد كده. 4-2-3-1 ادام اللعيبه بتاعتك بتمتاز ان هي تنفذ الطريقه دي كويسه، وهي اللعيبه كمان ونوعيه لعيبه معينه موجوده في الملعب لا حق الاشتراك زي قفشه مثلا أي. اساسي في الطريقه دي، خلاص يبقى انت تتغير ليه الطريقه. هو اسلوب اللعب وكيفيه التعامل مع اللاعبين بيحبوا الطريقه دي، وبعدين بقى لهم كام سنه بيلعبوا بنفس الشكل. لكن انت بتدور لما بيجي لك حاله اصابات او اي حاجه بتدور على شكل تاني، او بتشرك لعيبه تانيه بشكل معين بشكل هجومي تاني مع قوه الفرقه اللي قدامك، ده شكل مدير فني بيجرب. انا عايز يبقى انا عندي 4 لعيبه في النص مع الاطراف كمان بالزياده، وعندي 3 في بيخليني في حضن الخصم اسرع، او بيخليني الاقي وجود اقوى. بس الكلام ده لما يبقى عندك كمان فاستر بلاير من الفراوده، مش كل مره انا مش عارف الاعب طاهر ولا لاعب حسين الشحات، خدت بالك، ولا لاعب شريف في العمق، ولا لاعب شريف ممكن من على الطرف، او نلعب بيرتسا. هي دي اللي بيحصل ايه في التغيير في الطريقتين او في 4-3-3، اللي بيحصل ان نوعيه اللعيب اللي انت هتختاره للمباراه دي هو ده اساس الطريقه. ما بيلعبش بقفشه فتلاقيه بيلعب 3-4-3 لانه مش عايز قفشه يبقى على الطرف، وما ما عنده مشاكل كتير قوي هتجهده ان هو يبقى جوه الجيم. ف 4-2-3-1 ادام انت لعيبتك مستريحه، وادام كواليتي اللعيبه دي ونوعيه اللعيبه دي ماشي مع الطريقه دي، خلاص هتكسبه لعبه، ما عندكش مشكله، ما عندكش مشكله خالص. ادام بتنتج، وادام النهارده شفت السنتر فيرود لما بيروح على ناحيه الشمال بياخد، ولما قفشه بيخش منطقه الجزاء وبيحصل حاله تبادليه بين الاثنين، بيبقى ليك شكل وليك 2-3 في العمق بيجيب جول. النهارده انا ما اعرفش محمد شريف بيحطها في الجول ولا بيلعبها عرضيه تاني، هنجيبها لما يعني انا ما اعرفش. انما الميزه هنا ايه؟ ان في اثنين في كثافه كمان في ال 18، وفي قفشه اللي هو في كل ناحية صحيح، إذا كان ناحية اليمين أو ناحية الشمال، فدي مدية حرية لقفشة كبيرة جدا. صحيح، وهنا علاقة قفشة بمحمد شريف، الاتنين بيشوفوا بعض، الاتنين حاسين برتم بعض في مظبوط، فالكيمياء ماشية بينهم، الكيمياء ماشية، المكانة والشكل واللعب ده ناقصك أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر يكمل معاك الحكاية جوه، هتحس إن 4-2-3-1 دي أعتقد الأمثل اللي كانت تلعب بيها الماتش الجاي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، أرجوكم انتظروا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، بنتكلم على الطريقه 4 2 3 1 ولا 3 4 3 هي الافضل، وهل تختلف زي ما قالوا الكباتن من فريق للتاني من مباراه لاخرى؟ هل 3 4 3 تديك اطمئنان نسبي في النواحي الدفاعيه، تامن دفاعاتك، تامن نص ملعبك؟ انه الانسب للنادي الاهلي؟ الاثنين انسب، والاثنين بتجدهم كويس قوي، بس هي كل طريقه تلعب بيها امتى كويس. يعني النهارده هو فضل 4 2 3 1 صح، لان المباراه السابقه بان هو من وجهه نظره ما كانش مردود اللي هو اللي كان عايزه، خصوصا هجوميا سان داونز كويس، وبرده يمكن واللي قبلها برده، وهو واضح ان هو عايز يستغل امكانيات محمد مجدي. محمد مجدي في 4 2 3 1 هو بيظهر زي ما بيظهر طول عمره في الطريقه دي. 3 4 3 محمد مجدي بيقل غصب عنك، مظبوط، بيقل في حاجه ان انت رقم 10 في الطريقه دي مش ملوش وجود كويس، مظبوط، ما ملوش وجود قوي يعني. ولو هو حتى حاول، كان اسامه بيتكلم، او حتى ما بيحاول يلعبها، بيحاول يسيب مكانه وينزل في نص الملعب، برضه بيقل بتقل هجوميا، بيبقى راس حرب واحد بس وفي واحد على الجنب يمين او شمال، فانت بتقل هجوميا فبرضه بتخسرها. الى جانب ان مستر موسيماني لما جرب 3 4 3 والشكل اتغير، وكنت متحكم في الاداء في نص ملعبه خصوصا، ودفاعيا ما فيش مشاكل كتير، شجعته ان هو يكمل بيها. لكن في مباريات مش محتاجه 3 في نص الملعب، يعني محتاجه بس 2 زي النهارده، 2 واعمل الثالث ده يبقى كثافه هجوميه، يبقى محمد مجدي شكلك النهارده هجوميا واضح ان عندك هجوم قوي جدا، زياده عاديه طول موجوده، بدايتك النهارده قلنا بدايتك فرقت معاك قوي طول المباراه، فهي في مباريات انت محتاج مش تامين دفاعي ايمن اكتر ما هو تبقى مسيطر شويه على نص الملعب اللي هو 3 4 3 وبتقلبها في الحته الهجوميه، بتبقى عندك كثافه هجوميه، بس لازم يا السوليه يا ديانج يكملوا، لان حمدي فتحي بيبقى عنده واجبات دفاعيه. هي دي انا وجهه نظري في دي، ان هو في مباريات هتحتاج دي، مباريات هتحتاج دي، لكن الانسب ليك في الدوري العام كله 4 2 3 1 الانسب ليك في تقريبا في 90% مباريات 4 2 3 1 ايوه طبعا، انك انت بتسيطر على نص الملعب كويس قوي، عندك كثافه هجوميه كويسه، بس هي المشكله هتقابل حاجه انك لازم تستغنى عن واحد من الثلاثه بالظبط، والثلاثه مين يقعد؟ ما هي دي مشكله. ما بص يا ايمن، هي كل طريقه ليها مميزات وليها بعض العيوب. المدرب الذكي ياخد اكتر مميزات في الطريقه تريحه وتريح لعيبته، واقل عيوب ياخد منها. العيب الوحيد في الطريقه دي انك هتستغنى عن واحد من احسن ثلاث لعيبه موجودين في المكان ده طبعا، سوليه وفتحي وديانج، وكل واحد ليه شكل، كل واحد ليه وظيفه، وكل واحد ليه تقل في مكانه، فدي برضه خد بالك بتبقى حيره مدرب. يعني المدرب يبقى سهل عنده ان هو مثلا يبقى هيلعب بشريف واسامه وايمن، هو عايز يلعب بثلاثه بس صح. الطريقه هتحكمه ان هو مش عايز يستغنى مثلا عن اسامه حسني موجود في الملعب بالزبط. فبضطر اشيل واحد من الثلاثه، يعني هو النهارده استغنى عن ديانج، واول فرصه راح ملعب ديانج مظبوط، فاهمني؟ فهي كل طريقه ما بتاخدش بس منها. انا سالتك في البدايه وقلت لك يضحي بلعيب ولا يضحي بطريقه؟ لا ما ضحيش بطريقه، ما ضحيش بطريقه، لا ازاي اضحي؟ انا بوظ طريقتي عشان لعيب، لكن لكن هي كل طريقه زي ما بقول لك يعني وقتها موجود. لكن انا لو من انا وموسيماني معظم مبارياتي يمكن 90% مباريات العبها 4 2 3 1، بس هي هترجع للمشكله في نص الملعب. يعني طبعًا. انا برضو انا لو مكانه عندي حيره جامده جدا طبعا، لان الثلاثه ايمن مستواهم تقريبا ثابت تقارب، الثلاثه دايما كل مباراه، حتى احنا بنتكلم هنا بنطلع احسن لعيب من نجوم المباراه، كان تشيل مثلا يختار مثلا حمدي مش عارف وقت السوليه اسامه ممكن يقول لك ديانج، فانت مزبوط. انت بتتكلم في احسن ثلاث لعيبه موجودين عندك في الفريق صح، فدي هي بالنسبه له بتعمله مشكله، بتعمله مشكله جامده كمان، وفي نفس الوقت انا مش عايز الفورمه او المستوى اللي وصل فيه محمد مجدي يقعد احتياطي وباخد وقت قليل. هي حلها الوحيد ان هيلعبها بس هيبقى موجود فيها محمد مجدي، حلها الوحيد، ولكن هيبقى على لا ما هقول لك حاجه، محمد مجدي مش هيبقى مش شئت ابيت محمد مجدي استحاله هيبقى اعترف من الاطراف، هو هينزل في نص الملعب. حلها الوحيد انك لازم حد من نص الملعب يبقى هجومي زياده
زياده يعني بزياده يعني. النهارده في كوره عملها عمرو السوليه اللي كانت اسامه اتكلم عليها اللي ما جاتش هدف دي يعني نموذج لاختراق لعيب نص الملعب حلو قوي ورامي عاملها في تايمنج هايل واستلام حلو من عمرو لكن هي سوء حظ يعني هو هنا التوفيق من عدم سوء حظ لكن الطريقتين انا شايف ان هم مناسبين للمجموعه اللي موجوده دي الطريقه الامثل بالنسبه للعيبه النادي الاهلي واضح ان الانسجام واضح واضح الناس كلها منطلقه النهارده 4-2-3-1 مظبوط لكن هو في الاخر القرار عند موسيماني لكن انت عارف انت بتتكلم يعني بندردش كده والناس معانا بنقول المميزات دي ومميزات دي وانت في الاخر انت هتقرر لكن في كل الاحوال ايمن انا كمدير فني ابقى قاعد مبسوط ان عندي كلامك صحيح لسبب بسيط فضل. احنا لعبنا السنه دي 4-2-3-1 في مباراتين كويس تقريبا المقصه وماتش النهارده والاثنين ادونا اريحيه كويسه قوي من بدايه المباراه بالظبط سيطرت استحوذت قدرت تجيب اهداف مبكره خلصت تقريبا الماتش مبكر بالظبط هو ده هو ده هي دي الميزه في الطريقه انك دايما عندك كثافه هجوميه دايما انت ضاغط الفريق دايما ما عندكش مشاكل كتير قوي دفاعيه لكن هي ما فيهاش مشاكل كطريقه لعب يعني. هي فيها مشاكل كافراد نفس زي الكلام اللي نتكلم عليه يعني اسامه كان دايما عايز محمد مجدي ما يقعدش بره مظبوط ده فرد من الافراد ونفس صحيح. الكلام انا بقول لك يعني اصعب عليا قوي ان حد متهد في نص الملعب ده يبقى موجود بره مظبوط هي حيره بس في الاخر هي حيره ايجابيه وطبعا حيره ايجابيه ممتازه وفي الاخر انا كمدير فني هدور على مصلحه الفريق وادور على مصلحتي صحيح. كمدير فني في الاخر انا عايز اكسب زي النهارده مكسب هيحسب الموسيماني والطريقه اتغيرت مش اتغيرت الطريقه رجعت تاني القديمه والاداء مقنع جدا الناس كلها مبسوطه النهارده محمد شريف كمان زي ما كان الاسبوع بيتكلم احرزوا الهدف دي حاجه كويسه جدا الناس كلها راجعه اكيد فرحانه اكيد صحيح كابتن اسامه كان ليك تعليق على الطريقه وليك تعليق كمان على موضوع الانذارات بالنسبه للعيبه اللي بيريحها مستر موسيماني لما ياخدوا انذار اولا موضوع الطريقه تملي انا عندي قناعه ان الطريقه لوحدها ما بتكسبش مش هي السبب الطريقه ما بتكسبش مع اي فرقه في العالم تنفيذ الطريقه والادوات اللي عندك علاء قال لك ايه هو عنده حيره ودي فعلا هتلاقي موسيماني فكر في 3-4-3 اول ما فكر فيها عشان كان تملي ديانج بيقعد وكلنا كنا بنتساءل ديانج يقعد ليه لما كان بيلعب 4-2-3-1 كان بتملي بيلعب حمدي والسلاية الاول قبل ديانج وكل الناس شايفه ان ديانج ما يقعدش فهو فكر الفكره دي عشان يرجع حمدي فتحي لورا بين السردباكين ويبقى ديانج والسلاية موجودين في الملعب ثانيا الطريقه دي بتدي ايه حريه للاطراف بالذات لعلي معلول مظبوط لان علي معلول برده زي ما كلنا شايفين ومتفقين انه عنده الناحيه الهجوميه مؤثره جدا. تاثير غير طبيعي مزبوط. انت لو جيت في السنتين الاخرانيين مين اكتر واحد كان له تاثير في الاهداف اللي بتيجي للنادي الاهلي هتلاقي معلول ومجدي قفشه ايوه معلول ومجدي قفشه مظبوط يعني ده عرضيه ده ثرو باص ده عرضيه ده ثرو باص ده يعني علي معلول على طول محطك في نواحي هجوميه جامده فلما بيلعب 3-4-3 علي معلول عنده انطلاقات اكتر ليه لان علي معلول النواحي الدفاعيه عنده اقل وكمان في 4 بيضطر انه احيانا لازم يقف عشان يدي مساحه للباك الثاني هو اللي يطلع ويستنى شويه محتاج قوي في كل كره يبقى راجع واقف مظبوط لكن 3-4-3 تامن شويه الناحيه دي تامن له بيلعب مثلا اذا كان ايمن اشرف او اذا كان دلوقتي ياسر او اي حد بيلعب في الثلاثه حاجه بينزل نص الملعب ايوه بيروح اقرب ليه بيروح نازل على نص الملعب ما بيرجعش يضطر يرجع لكل دي فالطريقه دي هو مستر موسيماني حاول يوفق بيها بين ديانج انه لازم يبقى موجود مع حمدي والسولية وان يدي حريه لعلي معلول بس المشكله الكبيره اللي علاء لسه بيتكلم عليها وشريف واسامه كلنا بنتكلم عليها قفشه انه قفشه من اهم لعيبه في النادي الاهلي باي مستوى ليه انا مقتنع بكده سواء في تمريره سواء في تهديف سواء في ثقه انه بيمسك كوره بيعرف يمسك لك الكوره ما بيخافش لا انت كمان قلت لي ان حتى لو مستر موسيماني غير انت بتفضل وجود قفشه 3-4-3 كمان هقول لك ليه لانك انت لما بتلعب 3-4-3 طيب انت فايدتك من الجناحين اللي بيلعبوا على طبعا هل هي بالقدره انت القوه اللي عندك الكبيره فين في الثلاثه بتوع نص الملعب اللي هو حمدي والسولية وديانج والواحد اللي هو تحت راس الحربه اللي هو قفشه هم دول تقريبا
مع علي معلول مع طبعا سردباك دلوقتي زي ما اتضاف محمد عبد المنعم او شناوي، لكن انا اقصد ايه، هي دي قوتك الكبيره قوي. فانت قفشه حتى لو هو ما بيعرفش يلعب على الطرف، هل انتاج الاثنين اللي بيلعبوا على الطرف لما بتلعب 3 4 3 عندك بنفس القدره اللي بتزودك في النواحي الهجوميه والدفاعيه؟ انا شايف لا. دور على البلاي ميكر. ايوه ما بتحسش ان الفايده غير طبيعيه. فحتى لو قفشه بيلعب على حساب واحد فيهم، حتى لو دخل لجوه هو هيقل، هو كقفشه هيقل طبعا، ولكن مفيد برضه، مفيد بالنسبه للانتاج الاثنين التانيين يعني. بالزبط. بالنسبه لو قارنت بالاثنين التانيين هو انتاجه هيبقى اكتر. ففي طريقه كمان ممكن مستر المسلمين يلعب بيها، وفي في العالم كله ناس كتير بتلعب بيها، اسمها هي طريقه ايه اللي هم المعين في نص الملعب. أيه. المعين اللي هو ايه، يبقى حمدي والسوليه وديانج وقفشه قدام واثنين قدام. حاجه ممكن جدا ممكن العب برضو ب 4-2-3-1 بس الوظائف النهارده هتتغير. باك من الباكين يقف مع الاثنين مساكين. ايوه، يبقى كاني بلعب 3 ورا ومحمد مجدي قفشه بيزيد وبيشتغل قدام. نفس الطريقه ونفس اللعب. بس النهارده الوظائف بدل ما الباكين يطيروا، ايوه، محمد هاني وقف مع رامي ربيعه، وقف مع محمد عبد المنعم، كاني بلعب 3 بالظبط ورا واقف، وعلي معلول طاير وقفشه بيشتغل الدور بتاعه اللي يقدر يشغل بيه الفرقه. في الحته ديت هتفقد الجزء بتاع الانطلاقات الهجوميه من ناحيه الرايت باك اللي هو محمد هاني. الشغل كله هيبقى علي معلول، ما تهاجمش طول 90 دقيقه. لا، ما برضه لو هو هاجم علي معلول بيلعب نفس الدور بيجي يقف. أيوة، قصدي وظائف اللعيبه هي المقياس في الاخر. أيوة. النهارده أيوة. كمان ممكن الباكين الطرفين زي حسين الشحات وزي مثلا الناحيه الثانيه طاهر مثلا ما بيرجع يلعب، يعمل الناحيه الدفاعيه بتاعته مع الباك بتاعه ويقفل الجبهات. بص يا اسامه، بص اتفضل. دي واحدة، هو في الاخر عشان بس احنا هنقعد نتكلم كتير وكل واحد ليه وجهه نظر ومناقشه كده حلوه، مفيش طريقه تاخد منها 100% طبعا اكيد. لا، لازم مميزات وعيوب، تستغنى عن حاجه، بس زي ما اسامه بيقول تستغنى عن يعني اقل حاجه ممكن في الطريقه. صح. اقل حاجه مش هتاخد، مش يعني مش 100 100 فيه. لكن عايز اقصى درجه اقصى درجه من الطريقه، او لو هتغيرها. ايوه، وجود الافراد اللي بتنفذ او عندها ابتكار في الملعب او زي انا مع اسامه في حكايه محمد مجدي، لكن تاخد 100 100 من الطريقه كلها لازم بقولك يا علاء هتروح. لو لعبنا 4 بالثلاثه بتوعنا ديانجو وفتحي وقدامهم السوليه قدامهم قفشه وطاهر محمد طاهر وشريف حسين وشريف. ايوه، هو ده اللي بقوله. ايه اللي يجرى يعني؟ انك تستغنى عن لاعب معين يا علاء. ما انا بقول لك هي كابتن شريف معاك باور فول من اللعيبه الجيده اللي عندك. كل طريقه فيها مش عارف ولا مره جربناها شويه عيوب. نفس الوقت بس انت قلت حاجه مهمه جدا انت وكابتن شريف. مكانه يعني. ان 4-2-3-1 مناسبه ليك جدا جدا في الدوري المحلي. لا طبعا 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 دي اكيد انا مع علاء ومعاهم كلهم ومع اسامه ومع شريف. ليه 4-2-3-1 مناسبه ليك اكتر؟ مش على فكره مش الدوري المحلي بس، حتى في افريقيا في ماتشات كتيره. لكن 3 دي في اوقات معينه في طريقه في وقت معين، مثلا انت بتلعب سان داونز بره. أيوة، وانت بتلعب الترجي التونسي بره. مظبوط. سواء 4-3-3 او 4-3-3 لكن في الدوري المصري مظبوط. ما انا بقول لك اللي هي طريقه المعين دي اللي هم يبقوا 4 في النص، الثلاثه وقفشه قدامهم واثنين قدام، وايه دول الكواليتي كويس قوي. أيوة. يعرفوا يتعاملوا يعني. ايوه، فممكن قصدي 4-2-3-1 ليه افضل في معظم الفرق المصريه وحتى الافريقيه. لان حتى هم في يعني الفرق في الدوري المصري ما بتهاجمكش بالدرجه الكبيره، انك خلي بالك 3 بتامنك اكتر في حته العمق الدفاعي. مظبوط. انت كم فرقه بتهاجم عليك قوي في النواحي اللي يعني ساعات ساعات في فرق بتلعب بواحد بس قدام، ساعات فرق بتلعب بواحد بس قدام، فانت في الماتش بتضطر لما بتلعب بثلاثه تروح زي بتاعت الثالث ده في نص الملعب عشان ما بتلاقيش ان في فراود فرويدين او ثلاثه او ضغط عليك. يبقى اذا طريقه 4-2-3-1 هي الانسب للاهلي في الدوري. معظم الماتشات ممكن العب بيها في الدوري في مباراه وحيده، في افريقيا ممكن العب بيها في ماتش ماتشين حسب الدور اللي بلعب بيه. مزبوط. لكن الانسب 4-2-3-1 وهي دي المفروض الطريقه اللي انتم متفقين عليها للعب مباريات النادي الاهلي كلها حتى الافريقيه هنا في مصر. طب يعني انت مباراه المريخ لازم طبعا لازم تلعب بنفس الطريقه ونفس الاسلوب. طبعا نفس الاسلوب مظبوطين عليها للعب مباريات النادي الاهلي كلها حتى الافريقيه هنا في مصر. طب
يعني انت مباراه المريخ الجايه دي لازم تلعب بنفس الطريقه ونفس طبعا نفس الاسلوب مظبوط. وبعدين انت لازم تستفاد من افضل لعيبه عندك. ما هو واحد زي قفشه ده صح يعني صح. صراحه خساره يقعد. الحاجه الثانيه انت تقول عليها بتاعه التغييرات بالانذارات. أيوة. طبعا انا دي مش مقتنع بيها قوي. أيوة. انت احيانا بتحس ان في لعيب متوتر عنده انذار فهو متوتر فممكن اخرجه لكن مش في كل موقف ان صح. اي واحد عنده انذار راح مخرجه وملاعب واحد ما طيب خلينا نشوف بقى كابتن اسامه حسني الهدف الاولاني. طب ارجع لي بس الاول من الهدف نرجع من الهدف من اول كره مع محمد صبحي حارس مرمى فاركو ماشي. التمركز بتاع النادي الاهلي اللي احنا قلناه في الشكل الاولاني ده يعني تمركز ممتاز. ضغط عالي كل لعيب رايح على لعيب في حوالي خمسة من فاركو ولا أربعة من فاركو في تواجد من لاعب النادي الأهلي. أنت بتعمل الضغط اللي احنا طلبنا بيه وده في الدقيقة 4 مظبوط. محمد صبحي بيعمل طويلة تتقطع هنا أحمد عبد القادر بيستنى علي معلول اللي جاي له برضه بس بيختار محمد مجدي قفش. يعني ارجع بس لو سمحت واحدة واحدة ارجع واحدة واحدة لما أحمد عبد القادر قطع عنده النهاردة حلين. ايوه علي معلول اللي جاي بسرعه جدا بيديله حل انه يشتغل معاه من بره. ايوه بسرعه يشتغل يلعب في القلب ومحمد مجدي قفشه ممكن يعمل معاه 1-2 مظبوط. محمد مجدي قفشه في طريقه 4-2-3-1 لو مش موجود هنا مش هيبقى اللاعب متواجد اللي يقدر يشتغل معاه اللي يشغل الحته دي. فالنهارده تحرك برده جيد من لعيبه النادي الاهلي حلين لاحمد عبد القادر قطع وراح بسرعته عشان يعمل الهجمه المرتده. اختار محمد مجدي قفشه هنا هيعمل بقى بالعرض لمحمد شريف. محمد شريف التمركز بتاعه صح انه واقف بجنبه لحارس مرمى فاركو ده التمركز الطبيعي للمهاجم مظبوط. احمد عبد القادر هيعمل بالعرض الدوران بقى هنا دوران هنا اللفه كمان انت طبيعي لما بتيجي تلف تعملها على شمال محمد صبحي لا ده انت بتلف يعني 360 درجه زي ما بيقولوا ولا 180 درجه بتلف عشان تحطها على يمين محمد صبحي. دي صعوبه الهدف. ايوه محمد شريف كمان هو واقف شايف حاسس بالمكان صح التمركز بتاعه ده ما يحسوش غير المهاجم مزبوط. المهاجم اللي بيلعب في الصندوق المتعود صحيح. على الحته دي انه يفوت لنفسه انه يلف 180 درجه يحطها في الزاويه الميته بتاعت محمد صبحي صح. يعني احطها على شمال محمد صبحي يروح معاها أي. بص رجل محمد صبحي اليمين مظبوط الارتكاز عنده ناحيه الشمال خلاص. كله مظبوط فجات له على السبت زي ما بيقولوا فدي صعوبه الهدف فيها مهاره عاليه فيها كمان مهاره من احمد عبد القادر اللي قطع راح بسرعته ورؤية. اختار الحل الانسب مجدي قفشه يعمل معاه انتو وعملها برده بالعرضيه لمحمد شريف فيها وقفه دفاعيه ممتازه من لاعبين طبعا فاركو. طبعا كابتن شريف ناخد الجول الثاني البدايه ربيعه مين ربيعه ده ولا نكمل ورؤيه خدت بالك وتمركز من قفشه وضرب مسيره التسلل اللي هم مصممين على الوقفه دي اللي عاجبه علاء جدا على خط واحد مظبوط. وبعدين استقبال الكوره ولاعيب كبير قوي رايح بالكوره على الجون وعنده رؤيه كان يلعب بالعرض ولا يحطها فيروح حاططها بكل قوته خدت بالك في سقف الشارع. خلي بالك كابتن دي ده هدف من اقل عدد في نقل الكوره يعني نجيبها تاني مره تانيه بعد اذنكم معلش من البدايه ده هي كره واحده باصه واحده ضربت خمسه واحده بس انت ضربت خط ضربت خطوط كلها انت ضرب الخطوط بكره ثنائيه عالي الضغط فاركو خدت بالك على نفسه مش عليك انت أصلا. انت ضرب الخطوط كلها بكره كلها ده جول المضروبه كلها ديفنس طالع قوي في نص طالعين عايزين يكشفوا الاوفسايد واخد بالك لما سالتك هو قفشه بيلعب كام نمره كام قلت لي 10 كويس من اول المباراه وهو موجه نفسه ناحيه منطقه جزاء الخصم موجه صح. نفسه ناحيه الجول صحيح محضر نفسه انه انت ليه سالتني ليه البدايه مزبوط. ليه احنا كده النهارده لان البدايه صحيح. بالشكل ده الرؤيه اللي هي عايز انت تباصي القاتله دي لا مش كده بس ايوه كده بتتحرك صح التحرك الصح ده هو اللي بيثمر على هدف زي ده. بص الوحيد اللي واقف غلط هو بكري بكري يعني بص الثلاثه طالعين سابقين الاثنين بس بكري مغطي تملي واحد فيهم بيغلط مظبوط عشان بيطلعوا اسامه مش عشان هم بالظبط ومش حد بيتكلم ما يكلموش يا كابتن يعني علاء. اغرب حاجه في الدنيا ان بتلعب بثلاث مساكين في القلب ثلاث مساكين وتابع على اوف سايد جيم ما ينفعش غريبه جدا وانا بعمل ليه كده حتى لو هعمل كده الطبيعي الراجل حتى اللي في النص ده بيبقى مهيئ نفسه على مهيئ نفسه يطلع ياخد الناس معاه انما الثلاثه واضح مش موجودين وفي حاجه كمان يا كابتن انت بتلعب اوف سايد جيم وكمان ما عندكش السرعات لو اخطات ما فيش ايمن يعني مش هتلم نفسك لا بص 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 كمان بص مساحه الملعب
قد ايه؟ صحيح. ده الجول الثالث يا كابتن؟ نكام؟ بص ماشي اتفضل يا كابتن علي. ده الثالث ده. هي كرة طولية من عمرو السولية اللي لعب الكرة. اتفضل. استلام محمد شريف. بص برضو. كويس قوي. بص هو العدد لعيبة فاركو تقريبا ضعف عدد لعيبة النادي الأهلي. صحيح. كويس؟ لكن هات لي كده أي حد قريب حتى من لعيبة النادي الأهلي مفيش. شريف استلم الراجل حاطط إيده ورا ظهره مستني كمل بقى. بص محمد مجدي واقف راح طبعا ك ك ك ك كمهاجم صريح دلوقتي وده اللي بيحصل دايما. ده احمد عبد القادر على فكره مش محمد مجدي ده. ده احمد عبد القادر هو كان راس حربه جاي هنا. مش محمد مجدي. سوليه تمريره ممتازه لمحمد هاني اللي هو كان الشوط الاول عامله امتياز. لا ما مساحتها فاضيه ايمن موجوده طول الشوط. كملها بقى نكملها. وطبعا الوقفه بتاعت اللعيب الفاركو كتير قوي زحمه. بص بقى هاني عملها احلى حاجه في اللعبه دي ان هاني ما وقفش الكوره. الكرة دي لو وقفت كنت هتلاقي لعيبه فاركو كلهم رجعوا ومحمد شريف راح بوش ده كان اتعطل. لكن هي اللمسه دي هي ادت الافضليه ان شريف يروح بوشه يحاول يشترك مع محمد صبحي. بتعدي لمحمد مجدي اللي هو راس حربه تاني. صح. وراه بنكمل. احمد عبد القادر. فهي دي الميزه يعني الكرة دي فيها بيبيلك الكرة. لا نجيب بعد اذنكم الكرة دي تاني وهاني بيلعبها. وهاني بس بيلعبها ماشي. يعني بص كملها انا عايزك بص على حاجه كابتن علاء. ماشي كمل. الكثافه العدديه بقى جوه 18 وانت بتلعب كره عرضيه. بص ادي شريف. بص شريف طلع كويس. اللي راح راس حربه الوقتي بالظبط احمد عبد القادر. بالظبط كويس. وهيدخل بعد كده بقى كويس. مكسوني مكمل. كمل ماشي. بقى لا كمل. ده عبد القادر ما علينا مش مشكله. كملها ماشي. بص مكسوري كويس. الكرة كويس هترجع تاني. بص اللي هو بص يا ايمن ده احنا بنتكلم ايه على ان الكرة تستمر. بص استمرار الهجمة. مظبوط. وهاني لعب الكرة ما وقفش. مظبوط. كمل في المساحة الفاضية. كملها بقى. السورية طبعا تمريرة ممتازة. هايل. كل ده انت ماشي كويس قوي. صح. احلى حاجة هنا. بص يا كابتن بقى هنا. بالظبط. هنا بس. محمد شريف راح بوشه. صح. فممكن يبقى لو جات له صح. وعبد القادر بعديه. محمد مجدي راس حربه تاني اللي كان بيتكلم عليها كابتن شريف الكثافه دي. بص بقى كم واحد شريف كان عايز يحطها هنا بس هي راحت لقفش. محمد وادي احمد وعبد القادر في مكسوني كمان داخل. مظبوط. كثافه عدديه هايله. كثافه ممتازه طبعا في الهدف ده. صحيح. طيب كابتن اسامه اخيرا الهدف الرابع. طبعا دي تسديده من ديانج رجعت نفس الموضوع. عدد كبير قوي من فرقه فاركو لكن الرقابه مش مظبوطه. مجدي قفشه موسع لنفسه كويس. عنده رؤيه طبعا غير يعني رؤيه حلوه قوي للملعب كله. حطها بالطرف لعلي معلول. علي معلول مسته الكبيره هنا الرؤيه لعبها لتحت قبل. نصبر. علي معلول مسته الكبيره من اكتر الناس اللي بتروح على الطرف. صحيح. ما بيعملش اي حاجه. مظبوط. يعني يا اما بيحطها على الواحد على القريبه يا اما على البعيده يا اما لتحت. فهو شايف حسين الشحات فاضي عملها له. حسين الشحات استلم باريحيه جدا. الضغط متاخر قوي من فرقه فاركو. حطها ماشي فيها توفيق ان ضربت في بكري او عايز يطلعها حطها في نفسه. صحيح. ده موجود في الكوره. لكن هي كلها ملعوبه كويس من لعيبه النادي الاهلي واخرهم علي معلول. والسنده حلوه قوي من حسين وتوجيه الكوره كويس لغايه لما جت جون. يعني فهو من الاهداف الحلوه يعني. صحيح. ده غير بقى الاهداف اللي راح بيها بيرتساو بتاع جون ثلاثه خدت بالك. كان بعض في انفرادين على الاقل وقفات. وهنا برده بس نفس الوقفه الدفاعيه الخطا. وقفات غلط. علي معلول برده ليه واحده كمان كان ممكن يجيبها. الاجوان كتيره قوي كان ممكن تيجي. صحيح. النهارده. صحيح. مساحات كبيره قوي في خط ظهر فرقه فاركو ووقفات مش مظبوطه يعني. بس دي اتلعبت جامده قوي القفشه شويه على الطار يعني. هي كانت تلعب له قدامه احسن. هو يدوب لحقها. بالظبط كده. توقيفه بتفرق برضه. ودي بتاعت واحده البيرسيتاو برضه. في واحده ثانيه البيرسيتاو انفراد تقريبا. طبعا كتير. نص ملعب الفاركو. دي علي معلول. دي علي معلول بقى. علي معلول بقى تملي يعني التوجيه هنا عنده على الطاير ما بقاش كويس. فالمفروض يتمرن عليها برضه. قررت ماتش سان داونز برضه. يعني مش متقن. كانت اقرب. كانت في 6 يارد تقريبا. ما عندوش ونزلت على الارض ما عندوش هو الاتقان بتاع اللعب على الطاير ده. دي كرة بيرسي تاو انفراد بيرسي تاو. نكملها. طيب نكملها.
هي دي برضو الاثنين واقفين غلط. ممكن يرقص فيها الجون لبره ياخدها لبره على شماله اي حاجه اللي هو بس هو حب افتكر ان الجون ممكن يعني يرقص الجون هنا عليها فعايز يحطها من فوقيه يرقص بس ما جاش برضو كمان يرقص الجون فكان ممكن ياخدها يحطها جامد ويحطها يلعبها من على شماله على عدلته لبره طبعا بالرجلين الجون يحطها يعني هو هدف بنسبه كبيره جدا بص للجون ما بصش للكوره. طيب عموما دلوقتي احنا ماشي معانا دلوقتي قبل ما ناخد رجل المباراه جدول الترتيب. نادي الاهلي في المركز الاول ب 25 نقطه، يليه بيراميدز برصيد 23 نقطه، سموحه 22 نقطه، الزمالك في المركز الرابع 19 نقطه، مصري البورسعيدي 15 نقطه في المركز الخامس، فيوتشر في المركز السادس 15 نقطه، فاركو في المركز السابع 15 نقطه، بنك الاهلي في المركز الثامن 14 نقطه، اتحاد سكندري في المركز التاسع 14 نقطه، الجونه في المركز العاشر 14 نقطه، امبي في المركز ال11 13 نقطه، سيراميكا كليوباترا في المركز ال12 12 نقطه، غزل المحله في المركز ال13 12 نقطه، طلائع الجيش في المركز ال14 10 نقاط، مصر المقاصه في المركز ال15 9 نقاط، مقاولين العرب في المركز ال16 8 نقاط، ايستن كومباني في المركز ال17 6 نقاط، للاسف ياتي في المركز الاخير والمركز ال18 نادي الاسماعيلي العريق برصيد 4 نقاط من 11 مباراه نتمنى ان يعني النادي الاسماعيلي توفيق اكتر من يفوق من الغيبوبه الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن شريف لو خدنا رجل المباراه قفشه محمد مجدي قفشه، كابتن علاء عمرو السلي كابتن اسامه قفشه رجل المباراه محمد مجدي قفشه. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس، ارجوكم انتظرونا.